السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مع سهى في قناتي. اليوم نقدم لكم ان شاء الله تشيز كيك ديال الاوريو. غادي نقدم لكم كيكه بلا بيض باش ما كتجيش طرعه بزاف، كتجي ناقصه. كيكه اقتصاديه بزاف وكريمه جد اقتصاديه، مكونات موجوده في اي بيض. خليكم معايا. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنا كاس ديال الماء طايب، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الدقيق، قبيصه المليحه، جوج فاني، واحد الخميره، وجوج ساشيات ديال الشوكولا بودره. عندي هنا معلقه صغيره عامره بقهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره تاع عصير الحامض. كما كتشوفوا معايا ما فيهاش البيض الكيكه، دونك كيكه اقتصاديه. هنا غادي نديروا كاس الماء كيف ما قلت لكم طايب، كنزيدوا عليه هذاك الكاس ديال السكر والقهوه سريعه الذوبان، وكنحاولوا نذوبوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على واحد الرغوه غير بهذا الخلاط اليدوي. بقاو نحركو مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكشكوشه بحال القهوه غير بهذه الطريقه. هذه غير بيدينا، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا حصلنا على هذا الكشكوشه. صافي، دابا غادي نزيد عاوتاني كاس ديال الزيت، وانا كنحرك باش كينسجموا العناصر مع بعضياتهم. دابا غادي نزيد جوج فانيات، وغادي نزيد جوج ديال الساشيات ديال الشوكولا. الا ما عندكمش الساشيات تقدروا ديروا جوج معالق كبار، 8 غرام غادي يكونوا 16 ديال الغرام. بودره الكاكاو المر هذا، كنحرك مزيان حتى كينسجموا لي العناصر عاوتاني مع بعضياتهم. عاد غادي نزيد الدقيق مع الملح مع الخمار، دونك الخمار الحلوى وحده 8 غرام. وكاس ديال الدقيق ومليحه، هذيك زدت شويه المليحه، وهذا الكاس ديال الدقيق. بهذه الطريقه غادي نوريكم واحد الطريقه، ما كيترش لكم الدقيق في المايه في البلاصه كلها كتوري دقيق. هذه الطريقه هذه دغيا كيتقرب للدقيق وفي نفس الوقت ما كيترش. غادي نحرك المكونات مزيان مع بعضياتهم، عاد غادي نزيد الكاس الاخر ديال الدقيق. دابا غادي نزيد هذيك المعلقه ديال عصير الحامض، ممكن انكم تعوضوها بالخل الا ما عندكمش عصير الحامض. صراحه هذا العصير الحامض مع الخميرات الحلوه هو اللي كيكشكشها كيعطي هذاك كينفشها. عاوتاني الكاس الثاني ديال الدقيق بنفس الطريقه، دغيا كيتغربل. وصافي، وهي الكيكه ديالنا واجده. غنخلط مزيان، وغتشوفوا معايا القوام كيفاش كيكون. اللي مزيان فهاد الكيكه انها ما كتطلعش بزاف، دونك كتجينا غير ديك الطبقه التحتانيه ديال الجانواز اللي كنبغيوها حنايا في التشيز كيك. اللي بغى يستغنى على الكيكه ويدير بسكوي ولا الاوريو مع الزبده يقدر يديرو. دونك غير هاد الكيكه كتجي رقيقه، ما كتجيش غليظه، كتجي زوينه مع تشيز كيك حسن من البيض. البيض كتجي منفوخه بزاف. صافي، كنخلطوا هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم هكا، غير كنحسوا بهم منسجموا. صافي، كنكونوا وجدنا لاطا اللي كتدخل الفران، دهناها بالزبده ورشيناها يا اما بالدقيق يا اما بالكاكاو. كما كتشوفوا معايا داك الفقاعات اللي قلت لكم، الحامض مع الخميره ديال الحلوى كيبداو يتفاعلوا. دونك هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه في الكيكه. وصافي، هاي كما قلت لكم انا الصينيه عندي مدهونه ببودره الكاكاو. صراحه تقادات لي، درت غير بودره ديال الدراري اللي كيشربوها في الحليب. بحق لقيت فيها صعوبه شويه باش نحيدها من لاطا، دونك ما ديروهاش هذيك. الا بغيتو ديروا ليها فرشوا ليها الكاغيط عاد ديروها، المهم حيدتها بصعوبه. المهم هنايا غادي نحيد كما قلت، كما تشوفوا معايا غادي نستعمل هنايا ثلاثه د
البواطات ديال اربعه البواطات ديال الاوريو ديال سته الحبات. غادي هذه الاولى اللي كندير كنحيد منهم الشوكولا اللي لداخل وغادي نطحنهم جوج ديال الساشيات. غادي نطحنهم باش ندير بهم داك الطبقه الفوقيه. غادي نحتاج فيهم شوكولا، غادي نحتاج غير البسكوي هذاك الكحل صافي، شوكولا غادي نحيدو وغادي نحتفظ به حتى نديرو مع الكريم. هاد هنايا عندي الحليب بودره وعندي واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال بودره اللوز، وغادي نحط معها داك الشوكولا ديال الاوريو حيت غادي نحتاجو في الخليط اللي غادي ندير به الكريمه. دابا غادي نحاول نحيد شوكولا من البسكوي باش نطحنه. كما قلت لكم جوج باكيات غادي نحاول نحيد لهم شوكولا، يعني 12 حبة. بالنسبة للباكية الثانية دونك غادي ناخذ واحد جوج، الباكية الثالثة غادي ناخذ واحد جوج حبات غادي نقطعهم هكا على النص باش كنخليوهم للتزيين بهذه الطريقة. حاولوا تقطعوهم قبل هذيك اللي كتحيدوا ليهم الوسط باش كيبقاو لكم صاينين، وعادي الا تفرتسوا لكم كديروهم مع هذوك اللي كطحنوهم وصافي. دونك واحد جوج حبات غادي نحتاجهم للتزيين وصافي، كيبقى تزيين اختياري. ها هما النص النصاص اللي قطعت غادي نخليهم هنايا حتى نحتاجهم من بعد، وهادو غادي نطحنهم باش نديروا بهم هذيك الطبقه الفوقيه الطبقه الثالثه. هادو غادي نستعملهم مع الكريمه. هنايا غادي نطحنهم كيف ما قلت لكم مزيان وغادي نخليهم ابار حتى نحتاجهم من بعد. صافي انا خديت هنا الخلاط اخر، الخلاط العادي ديال العصير، غادي ندير فيه جوج باكيات تقريبا ناقصين جوج حبات دونك 10 الحبات الاوريو. هما نورمالمون كيكون فيهم 12 ولكن انا جوج قسمتهم على جوج باش خليتهم للتزيين. دونك هنايا خليت 10 الحبات. غادي ناخذ هاد القشده الطريه ولا الكريمه ولا غادي ندير كاس، ولا الا خديتو علبه صغيره كديروها كامله. غادي ندير كوب كبير ماشي كاس ديال العنبه، كاس كبير شويه على العنبه. ولا خديتو علبه صغيره ممكن انكم ديروها تقريبا هاد البواطه هادي درت النص ديالها. هنايا انا درتها غادي نزيد عليها هذوك جوج معالق كبار ديال نيدو حليب مجفف ومعلقه كبيره ديال بودره اللوز. انا غير كانت عندي وبغيت نزيدها ممكن تستغنوا عليها. وهذاك الشوكولا اللي حيدنا من داك الحبات الاوريو الاولين اللي كنا طحناهم باش نديرو بهم الطبقه الفوق، وهادو خمسه القطع ديال الفرماج. ممكن انكم ديروا مثلث، ممكن الى عندكم داك الطويصه ديال جبن ديال شنو سميتو ماسكاربون ولا شي جبن اخر ممكن انكم ديروه باش كيعطي داك المذاق ديال تشيز. انا هنا درتهم كاملين، غادي نغطيها ونخليها على جنب حتى نوجد الخليط الاخر اللي غادي نزيدو عليه بالخليط ديال الفلون. بالنسبة للفلون هنايا من الأحسن تستعملوا فلون اللي ما فيهش سكر حتى تجا عندنا المكونات كلهم حلوين باش ما نزيدوش الحلاوة. ما غاديش نديرو ليه السكر، غادي نديرو جوج ساشيات الفلون مع نص لتر ديال الحليب. الفلون اللي بلا سكر هنايا استعملت أنا ديال الفاني. واحد غادي نزيد تاني مع نص لتر ديال الحليب ولا 500 مليلتر ديال الحليب. غادي نخليه فوق النار حتى يبان ليا غيبدا يطيب، غيبدا صافي باش يغلى. عاد غادي نزيد عليه قطع ديال الشوكولاته البيضاء. نخلط مزيان وغادي نديرو فوق النار. طبعا غادي نبقى كنحرك حتى باش ما يتلصقش ليا من التحت.
أبقى كنحركو. كما كتشوفوا بها كيبان ليا كيغلى. غادي نزيد له 5 قطع ديال الشوكولاته البيضاء حيت كلشي عندنا حلو، دونك مبغيتش نزيد نحليه اكثر باش يعطي هذاك المذاق ديال الشوكولاته. الا ما كانش عندكم هذاك الشوكولاته الاوريو ولا ما عندكمش بسكوي فيه الشوكولاته، ممكن انكم ديروا 10 قطع ديال الشوكولاته الا عملتوا بسكوي عادي ما فيهش الشوكولاته. صافي انا خويت هنايا داك الخليط ديال الفلو مع الشوكولاته وغادي نخلط مزيان في الكاس، كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على هذا الخليط. هذا انا خويته هنايا فوق الكيكه. الا بغيتو كنتو غادي ديروا الطبقه هذه صافي غديروها غير هي، ما غتزيدوا فوق منها حتى شي حاجه. كديروا الصفاي وكتصفيوها باش ما كيبقاوش لكم هذوك الفقاعات هذو اللي الفوق. انا ما عنديش مشكل حيت غادي ندير فوق منها طبقه اخرى، دونك ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت ليله كامله في الثلاجه هاي الحلوه ديالنا. كنحاول ندوز هاد السباتيول هادي في الجنب باش تحيد لينا بسهوله بهذه الطريقه. وها هي تحيدت، تما طاحت ليا السباتيول عوجت ليا واحد البلاصه. المهم غادي نغطيوها بداك البسكوي اللي كنا طحنا. هاد الحلوه ممكن انكم تقدموها حتى كلاصي الا بغيتو، تاخد كلاصي حتى هي تجي زوينه. انا هنا اكتفيت غير بالثلاجه، دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خديت هذيك الطابع ديال اوريو من واحد البواطه وقطعته بهذه الطريقه هذه وحطيته باش يعطيني داك الكتبه ديال اوريو اللي كتعطيه جماليه اكثر للحلو. دونك غادي نحاول هكا نحيد من فوق منها هذيك الزيادات باش نقدر نحيدها من الحلوه، وغادي تبقى لينا مطبوعه هذيك اوريو. وفي نفس الوقت كتحاولوا تساويوا هذيك الطبقه الفوقيه ديال البسكويت. وهي كما كتشوف معايا كتحيد بسهوله وكتخلي بلاصه معلمه. وكيف ما كتشوفوا معايا الحلوه جات زوينه وحتى المذاق ديالها جا زوين. كنتمنى تجربوها. هنايا باش نحط انا كنت استعملت غير هذيك الزجاجه ديال الميكرو اوند حيت ما عنديش هذيك ديال الحلوه. استعملت غير الزجاجه ديال الميكرو اوند وحطيتها فوق داك الكاس هذاك. غير ملي تكونوا كتحطوها حطوها بشويه حيت داك الكاس صغير والكاس الزجاجه ديال الميكرو اوند ثقيله شويه. ردوا معها البال. شكرا على حسن المتابعه وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو وخليوا لي شي كومونتير. وها هو تشيز كيك ديالنا. صحه وراحه. السلام عليكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.